يقول: فضيلة الشيخ وفقكم الله، أريد أن أخذ بعض الدروس العلمية من موقع الأنترنت الذي باسم فضيلتكم، ثم أقوم بنشرها عبر مواقع الأنترنت الأخرى لحاجة كثير من العوام خارج هذه البلاد لعقيدة السلفية، ولكن مكتوب في الموقع: لا يؤخذ شيء إلا بعد الإذن من فضيلتكم، فهل تأذنون لي بذلك؟ لا، لا نأذن لأحد أن يأخذ، لكن من أراد أن يطلع يفتح على الموقع ويطلع. نعم.